خلينا تختار ازاي يعني حكومه حضرتك، الحكومه مثلا لو تفكر حكومه، ايه الاختيارات او ايه المنهج في اختيار رئيس حكومه وزراء المعنيين؟ هل في حاجه محدده لاختيار كل عضو في الحكومه؟ ضروري يبقى فيه طبعا تأهيل كامل ليهم، ويبقى فيه ناس عندها خبرات تأهيل معينة. ولا هم لازم يكونوا مؤهلين؟ يعني لازم طبعا يعني بيجي مؤهل، يعني يجي مؤهل. تأهيل يعني يكون هو مؤهل في مؤهل. الأساس. نعم فهمت. طبعا أنا عايز أراعي برضو حتة السن. يعني السن. احنا السن مهمة جدا. إن أقصى احنا سن كام؟ يعني أنا يعني أعتقد مثلا لو وزير أقصى حاجة يبقى 50 سنة. أقصى حاجة 50. نعم. وعايزين نبتدي من 35 و30 من 35 وأقل شوية كمان. لأن دولت يعني يكون عندهم في ناس مثقفة بطريقة يعني، وشباب صغيرين لكن عندهم فكر عالي جدا. ما نستفيد منهم. نعم. ونشوف زي أدوارهم. عايز الشباب. حضرتك بتتكلم على الشباب. الشباب. الشباب والوسط. طبعا. دول اللي بتعتمد عليهم. أعتقد. وهم دول اللي يبقوا وهيغيروا المنظومة كلها. يعني طب محتاج خبرة ولا هنا مش محتاج الخبرة؟ الخبرة في يعني في إطار الحاجة اللي هو هيمسكها، لكن ما يكونش هو مثلا مش عايز يقول خبرته يبدأ منه كان بيسوق القطر وبقى راجل وزير. يعني مش عايز الخبرة دي. أنا عايزينه يبتدي. مش هجيب، مش لازم يكون بيسوق القطر عشان أجيبه وزير نقل. بالظبط طبعا. نعم. فعايزين يعني هو الموضوع مش قطارات بس، يعني وزارة النقل. نعم. هي خبرة، بس الخبرة تبقى متسمة بالتكنولوجيا. ضروري وجود التكنولوجيا في العلاقات مع الوزراء والشباب. لازم يبقى عنده تمكن ويشوف العالم بيشتغل ازاي، ونبتدي من حيث انتهوا. هو عيب ان احنا ناخد التكنولوجيا والحاجات اللي هم وصلوا لها ونطبقها عندنا؟ ما نبتدي من مكان ما هم خلصوا. بس هجيب منين فلوس يا فندم؟ بحس عن الحكايه دي. انا فكرت في هذا الامر طبعا، ان انا اجيب منين فلوس. انا اعتقد الفلوس، انا رايي وقد اكون يعني عندي تفاؤل، بس اسهل حاجه الفلوس. اسهل حاجه الفلوس. اسهل حاجه الفلوس. لو حطيت منظومه واليه مختلفه في الاداء وكيفيه العمل فيها، ويمكن نطبق بقى النظريه اللي انا بقترحها. بس ما بقاش كلام. لا مش كلام. يعني حضرتك بنتكلم انه